أنا أول شغلة قلت لك وقت اللي بكون بالبيت ما تلفن لي أنت، خليني أنا أطلبك، لأنه إذا جوزي عرف أو شاف التليفون عم بيرن فوت بقصص أنا بغنى عنا. يعني عم بعت لك أوقات مساجات ما عم ترد، ما بكون قاعدة حده، بعدين أنا ما حدا معه خبر إنه عم بظهر على جوزي معك. طيب بس ما قد ما كان أنت كمان عملي طريقة إنه ما تخليه يحس على شيء، لأنه إذا عارف شيء إنه أنا كمان يعني. لا حبيبي ما حدا عم بيعرف، عم بقول لك ما حدا معه خبر خبرية. أصحابي كلهم عارفين مع إني مش مخبر حدا، كيف وصلت؟ لكن أنا منك مش مني عارفه، أنا عم بقول لك مش فات حتمي ولا كلمة. بعدين ما إذا بروح معك على محلات، بروح معك على محلات ما بيكون فيها حدا. طيب ولا حدا بيعرف. ما تشكي فيه، يمكن يكون في حدا تاني مخبر جوزك إنك مصاحبه. حياتي سمعتها؟ لا كيف سمعتك؟ لحظة اللي هالقد شايف صوتي عالي يعني؟ عالي شوي وطي يعني نكزة، عم بسمعك أنا ماني قطرة. ولو قلي علم علي صوتك، وطي صوتك شوي. حياتي وطي شوي بعد. هلأ المهم ايه؟ المهم أنا كل هيدا الموضوع ما بدي اللي هممني من كل القصة إنه ما بدي إيه يعرف إنه أنا عم بظهر عليه. ما أنت ما تخليه يعرف، عرفتي كيف؟ عملي كل إشي بالسر، خطيتي له على رواق ما بيعرف، سأليني واضحة. عم شو خاصة هاي فايتة بالحديث؟ ما سمعه شو سمعه؟ حياتي ماني قطر، شو انت عم تعلي صوتك؟ انا عم علي صوتي لك، اذا شايفني عم علي صوتي شو ما قلت لي وطي صوتك؟ وانت صوتك اصلا عالي. خلاص خلاص ما بلش تحصبني هلا انت كمان. ايه كملي لي لشوف شو رح نعمل هلا. اللي رح نعمله ايه. انا هون بهلا نحن وهون ما بدي صراحة، انا شايفني وقت بدي التقى معك عم بلتقى بمحل ما يكون في لا عالم ولا عجقة، على القليلة لما حدا يعرف بالموضوع. طيب طيب اوكي، بس انا كل اصحابي عم بيعرفوا بخبريات، ما عم بيعرفوا من وراك مش من وراي انا، من وين بدي يعرفوا انا اذا انا عم بخبر يعني؟ لا 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 بس انت صوتي شوي عالي. هلا صوتي عالي؟ هيدا عالي؟ لا لا بس صوتي شوي. المهم هلا نهار الجمعة بطلع انا وياك ويك اند على فريا. ما حدا لا من شيف ولا من درك، ما حدا معه خبر بشي، نحمل حمالنا نطلع على الخمسة. هلا مشوار فريا حلو، بس إذا بدكم نصيحة مني طلعوا بكير مشان العجقة. إيه عم تعجق لآن بعد الخمسة ووو هيك صير. مزبوط حاطين راسهم براسي. لك عمي أنت وطيلي صوتك شوية حياتي. شطيلي صوتك بعد أوطى من هيك؟ لك شو أوطى من هيك؟ بقى رح أختلي إذا بوطي بعد. عم بيسمعوا كله. خش اللي عم يسمعوا هلا. لكن على فريا ايه اوكي نطلع على فريا ما بنقعد بالاوتيل، لا ناخذ شاليه. طيب طيب لانه شاليه ما حدا ممكن يعرف هذيك بننزل باركينج شو صار. لك هلا الشاليه برد بعده برد الشاليه، حطوا اوضه بالاوتيل ولا مين شاف ولا مين دري وخلصت هيك بتزبط. يا عمي ما عم بفهم انا، في شيء مش طبيعي يجي يقعدوا معي بحضني. انت وطي صوتك شو هيك هلا بتقلي صوتي عالي؟ ايه طبعا عالي. خلص بقى خلص بقى هلا مش هون القصة، نهار السبت نهار الجمعة نحن رح نطلع السبت بس نوعة وكذا تنزل قبلي. لا لا انت قبلي، انت عم قلك انت بتنزل قبلي، انت انزلي قبلي، انت بتنزل قبلي، ما بدي حدا يشرف على الموضوع. حياتي انت قبلي خلص بقى مدام تنزلوا تطلعوا ده شيء برجع لكم، عندنا شغل صورتونا هذا مني شغل حكي عشان بيقول المطبخ بسيط على ما تحكي على هذا سكة عالي خلص ماشي من الشغل ما تعصب ما تعصب فوق بينفع استاذ كفي هلا روح فوت حب المطبخ ما بينفع استاذ ماشي كثير هالقد صارت انت كثير هالقد حيت وطي صوتك جرستين عن جد ولو حشتني وطي صوتك كانه صوتي عالي لا منه عالي هلا ما اجد اسم بدني عم بقول لك بدي اطلع روق راسي نهار الجمعه طيب نقضي لنا ويك اند مثل الخلق نهار الجمعه الساعه 5 بنلتقى محل ما بنلتقى دائما على ترمبه البنزين لنمشي ساعتين ورا بعض وخلصنا بقى الشارع اكثر من هيك بلا ترمبه البنزين مدام افرض حرسكم مع بعض هيك ولو شوفي محل ثاني لا 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 انا ما بقى لجلتك محل انت صوتك عالي لجلتي بقى انت والكافيه ما فيها برايفسي العمى دينينا عنا على الطاوله انت اللي صوتك عالي يا حياتي شو بكي طيب ما عم تصرخي انا صوتي عالي وقل عني انت والمحلات بتجيبني عليهم مثل الخلق شو هيدي خلص بقى يا عيب الشوم العمى على هالمحل وينو الفالي هلا مسيو مسيو بليز سيارتي سيارتي لقلك تفضل مرسي كثير كلك صفيت لك اياها على الباب كلك ذوق اعطيني تفضلي بس مدام نعم بقول لك شغله قلي حل انا برايي اذا صفيتوا على الترمبه وطلعتوا سياره وحده افضل ما تطلعوا سيارتين ورا بعض نعم لانه مشوار على فريا اضبط بعدين وليش سمعك انت كمان ما انت صوتك واصل على الدوره كل قصه سمعتها انا طب خلص خلص بقى بعد ناقصني انت عم كثير جوزك ابو قرون